بين الجزائر وولايه الاقوال قامت بهذه المبادره هي في الحقيقه تطبيق تعليمات الوزاره المصريه وكذلك المديريه العامه لبلد الجزائر وخاصة في هذه الأيام تاع دفع الرواتب تاع المتقاعدين أبائنا وإخواننا المتقاعدين. هذه 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 المرة أبت مديرية بريد الجزائر ولاية الأقوال لها تقوم بهذه العملية في هذه القاعة متعددة الرياضات متعددة الرياضيات دادا بن يوسف على مستوى ولاية الأقوال. الحقيقة كما راكم تشوفوا راها العملية تمشي على أحسن ما يرام، رانا يطبقوا في البروتوكول الصحي كما ينبغي من ناحية التعقيم من ناحية الجمعيات ما شاء الله. كذلك ننظم السيولة متواجدة، رانا نمشوا بست شبابيك بريدية حطيناها، وخاصة الثانية كذلك كاين ربع هنا شبابيك وكاين احداهم الكار ولا الحافلة المتنقلة تاع بريد الجزائر، مكتب بريد المتنقل. نظن باللي حتى الناس راهم هنا على أحسن ما يرام، الناس راهم يخلصوا بطريقة عادية ما دام كاين السيوله. نظن باللي ما كان حتى اشكاليه، حتى بالنسبه للمكاتب البريديه المتواجده على الولايه كاين سيوله. عندنا تواريخ 18 19 20 في هذا الشهر نتاع دروس. احنا اولا وقبل كل شيء نشكروا كاع الجمعيات اللي راهم عاونونا من ناحيه الامن، وثاني من الحمايه المدنيه، كذلك وزاره البيئه مديريه البيئه على ولايه الاقوال، كل المتجندين الحمد لله باش على الاقل اخواننا وابائنا المتقاعدين يدوا الرواتب تاعهم في احسن ما يمكن. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.